ما بنشوفش كاس عالم احنا بقالنا كتير، او منتخبنا بيروح كاس عالم بقاله كتير صح؟ بقالنا شوية ما شاركناش. مشاركة فعالة ومشاركة مثمرة، مشاركة ليها معنى. أداء الفرقة، عملوا الولاد اللي عليهم، ويعني النتيجة اللي وصلوا لها طبيعية. يعني برضو احنا النهاردة برضو داخلين الماتش بتاع نيوزيلندا على أمل برضو مع جنوب السودان الناحية التانية. برضو جنوب السودان أعلى مننا عشان نكون واضحين، يعني عشان ما نبقاش بنضحك على نفسينا. هم فرقة جنوب السودان أعلى من فرقة مصر شوية يعني في المستوى، في أداء اللاعبين يعني. تمام. طبعا دخولنا الجيم النهارده حتى لو كنا كسبنا فرق بونت، فرق بونتين برضو ما كنتش هتكاسل، لان النهارده يعني جنوب السودان ضرب انجولا 27 بونت، ودي مش اول مره. يعني هو جنوب السودان انت كنت محتاج فرض تكسب سيطرته على مصر 28 28 صح؟ احنا كان احنا داخلين المواجهه دي احنا كنا بلس 3 وجنوب السودان بلس 2. فمفترض ان ما يعني لو هو كسب بونت واحنا كسبنا بونت كنا نبقى كسبانين ناخد التذكره، تمام. انما هو كده كده عمل 27 بونت اضافي على الاثنين اللي كان عنده، بقى عنده 29 بونت. حلو قوي. فانت كنت السؤال بقى هنا اتفضل. وسالت فيه الكابتن عمرو مصلحي، ما يعني برضو الاجابه ما كانتش الشافيه. اتفضل. تتوقع ان اللعيبه ان في تو كوارترز لعبوهم جنوب السودان قبل ما احنا نلعب، هل لا ما اللعيبه كانوش متابعين. شافت الكلام ده؟ لا لا شافت لا الفرق؟ لا 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 وصل لا لهم الفرق لا لا من وجهه نظرك؟ اشك من وجهه. لا تماما. احنا عندنا، احنا ما عندناش معلومه، احنا ما احنا عندناش معلومه اصلا. انت بتلعب جيمك في حته وهو في حته تانية، ما فيش اصلا حته ان حد بيراقب ماتش في السوشيال ميديا كابتن. لا لا ما حدش منتبه، انت جوه الملعب خلاص انسى الموضوع ده. ما فيش حد اصلا هيقول لك ده جنوب السودان عامله ايه ولا ما عاملاش ايه يعني. لا انت جوه الملعب مركز في جيمك. انا خوفي من الفضول بتاعنا كمصريين. لا لا ما اصل ما اثرش على الاداء، خد بالك. تمام. انت اللي حصل عندك، عندك حصل فيه خطا في الكوارتر الثاني. انت انما انت ككوارترات انت كسبان الثلاثه كوارتر الباقيين. حلوة. يعني احنا كسبان الكوارتر الاولاني والثالث والرابع. مظبوط. النهارده عندي دروب في الكوارتر الثاني، هو عمل عليا 15 زيرو رن. يعني النهارده ان انا يعمل عليا 15 زيرو رن دي في مشكله، في مشكله. يعني مش هنعتبر على اللعيبه، ممكن في بقى يعني اللعيبه يحصل عندهم دروب، بس انا بعد يعني بعد باسكت اتنين تالت لازم ابتدي اوقف النزيف. اخد يعني تايم اوت مثلا، لازم اوقف النزيف، مش هفضل قاعد لغايه ما كله يعني يعمل عليا الفرق ده كله. يعني دي من ملحوظه من الملاحظ طبعا. وبعدين ملحوظه برضو، انت النهارده انت مجلي يعني انت نسبتك في الفاول شوتنج 50% 56%. يعني النهارده مجليين شايطين 26 كوره جايبين 13، فعندك 13 بونت هم رميهم صح يعني فاهم. هو الناحيه الثانيه شايط 24 جايب يعني مجلي 5 6. فاول شوت ده يا كابتن بقى انا عايز اتكلم فيه، معلش بدل فتحت الموضوع ده. كان معايا كابتن ايمن صدقي، بقول له ايه اللي ناقصنا في مصر؟ قال لي لعيبه تتمرن وتشوت فاول شوت. فاستغربت من الكلمه. فلما باجي اشوف تدريب كره سله بلاقي ان الفاول شوت هو البريك، هو البريك هو الفورفان. يلا فاول شوت الاستراحه، الاستراحه. ودي مصيبه. مصيبه ولازم التركيز فيها. بس طبعا يعني اغلب اللي بيجي له فاول شوتنج دلوقتي بيبقى عندهم ستريس شويه، بقى الدنيا عليهم ضغط حبتين، انما كلهم لعيبه بتشوت. عايز اقول لك حاجه، ما فيش ولا لاعب في منتخب مصر اللي موجود حاليا ما يقدرش يلعب في اي دوله من اللي لعبناها. يعني عندنا لاعبتنا اصبحوا كواليفايد ان هم يقدر يلعب في اي دوله من اللي انت بتنافسهم. تنافس كره السله عالي جدا. انت عندك ال 32 دوله اللي مشاركين في كاس العالم كلهم يعني مقسومين على مجموعات، في مرحله انت ما تقدرش توصل لها لسه شويه، احنا بعاد عنها، واللي هي منطقه اوروبا وامريكا طبعا واستراليا نسبان. الثلاث حتت دول انت لسه كندا. المسافة بينك وبينها بعيدة. وكندا. يعني ما كندا تعتبر الامريكتين يعني، بس انت اوريدي خلاص فرضت سيطرة نسبيا على امريكا الجنوبية في الجزء بتاعها. يعني النهاردة يعني فاضل لك الجزء القوي منها اللي هي البرازيل وبورتوريكو، دول اللي عندهم باسكتبول عالي جدا. فعلى فكرة افريقيا اداء في كاس العالم ده كل الفرق الافريقية حققت نجاحات. يعني كل الفرق الافريقية كسبت ماتشات، فاصبحت منافس. يعني اصبحت قاره افريقيا، انت دلوقتي تغلبت على اسيا وتغلبت على امريكا الجنوبيه. ففي التصنيف اللي جاي حتى في اختيارات كاس العالم، كاس العالم بيطلع منها 12 دوله من اوروبا، وبيطلع منها 7 من امريكا، و5 من افريقيا، و6 من اسيا. تمام. انا